كيف 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 تخ مخ بزاف علينا خضرنا بزاف شو 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 عملا بالتعليم الوزارية المتمثلة في القيام بحملة وطنية من أجل تنظيف المؤسسات التربوية والمحيط المدرسي تحت شعار دخول مدرسي نظيف من أجل أبنائنا، ارتأى رئيس الاتحاد الوطني للتلاميذ بالتنسيق مع مديرية التربية والجماعة المحلية ومؤسسة بوطران وكذا أطياف المجتمع المدني في تجسيد وتثمين هذه العملية التطوعية من أجل خلق بيئة وظروف نظيفة لتمدرس أبنائنا، علما بأن هذه العملية سوف تتواصل إلى غاية يوم ليلة الدخول المدرسي. احنا من هذه الحملة التطوعية احنا بديناها على مستوى المدارس الابتدائية تاعنا اللي عندنا 10 مدارس، ورانا نسقوا مع الإكماليات اللي تابعين يعني كتسمى إكماليات. احنا اليوم رانا واجدين يعني لي موين اللي عندنا كعمال، يعني عندنا ثاني جرافه يعني وجدنا لهم باش يخدموا، ووجدنا لهم شويه يعني لي موايان اللي باش ينظفوا ويكون ان شاء الله يعني المحيط يكون نظيف، وان شاء الله اولادنا يعني يكون تم درش يدخلوا في جو لائق بهم ان شاء الله وعوده ميمونه للجميع. نغتنم بهذا المنبر ان نوجه هذا النداء للاولياء بان يحافظوا على نظافه مؤسستهم وكذا المحيط. نحن جينا اليوم لنحافظ على نظافة المحيط بصفتنا نحن من الكشافة الإسلامية النبيلة، والكشافة الإسلامية أهدافها نبيلة دائما، يجب أن نحافظ على نظافة المؤسسات التربوية من أجل إسعاد التلاميذ.